اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام نعوذ بك اللهم من كل داء عضال اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم يا حي يا قيوم من علينا وعليهم بعاجل الشفاء وارفع عنا وعنهم البلاء والعناء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن لنا إخوانا على الأسرة البيضاء لا يشكون حالهم إلا إليك يا من أنت أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم اللهم يا من أنت أرحم بهم من كل قريب وأرحم بهم من كل حبيب يا من أنزلت الداء وأنزلت الدواء اجعل دواءهم يغلب داءهم يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء اللهم أسعدنا وإياهم بالعافية ألبسهم لباس العافية اجمع لهم بين الأجر والعافية يا سميع الدعاء اللهم يا حي يا قيوم اللهم ارزق العقيم اللهم ارزق العقيم اللهم ارزق العقيم واشف السقيم ومن علينا بقلب سليم وجد علينا من خيرك العميم فإنك أنت الله أنت الله الحليم الكريم.